تهملكم نحن صفحة قديش هما؟ شنية؟ صفحة قديش في الكتاب؟ لحظة بركة خاطر حاط فيها الورقة في الكتاب. به تشوف فيها الكرون؟ اي اي به هذا مهم على الاكزرسيسات. الاكزرسيس الاول، شنو هو الفرق ما بين كونستانت و فاريابل؟ شنو هو الفرق بين الكونستانت و الفاريابل؟ حكينا فيه الكل المرة اللي فات. اي بالنسبة لل اي نسمع فيه. بالنسبة للكونستانت قلنا ما تتنساش هذيك هذيك أول حاجة في الديكلاراسيون تكتب كونست وتعطي مثلا تي إتيكال الفالور نتاعها مثلا تي إتيكال أ 20 لهنا هذا الكونستانت نتاعها من بعد كي تخدم أنت في لي زانستركسيون نتاع البروغرام ما عندكش الحق باش تغير معناها مثلا باش تعمل أفيكتاسيون على تي تقول تي إتيكال أ 50 لهنا الباسكال التيربو باسكال اللي تخدم عليه باش يخرج لك يقول لك راهو كونستانت وانت عملت شونجمون في يعني الكونتينيو نتاعو هذاك علاش باش يخرج لك الرر. بالنسبه للفاريابل الفاريابل شنو فاريابل انت تكتب من الاول مادام كتبت فار مثلا باش ديكلاراسيون باش تكتب فار جي إتيكال بار اكزومبل 50 لهنا كي ديكلاري حاجه بالفار فوسط البروغرام نتاعك حط فيها اللي تحب تنجم تافكتي بها تعمل جي ريسوا جي بليس 1 تنكريمونتيها تعمل اللي تحب فيه معناها تخدم عليها تفيشيها تبدل الفالور نتاعها ما عندها حتى مشكلة. هذا الفرق معناها اللي لازمك تشدو في الكونستانت والفاريابل. الكونستانت لكن شو هو عطاه لك في اكزرسيس دوني ما تستعملش لي كونستانت لكن شو هو فرض عليك في اكزرسيس مثلا في اكزامان تي بي ولا حاجه قال لك راهو الفاريابل هذا ايتيغال ا وعطاك قديش يساوي ما عطاكش مستحيل كان تخدم به الكونستانت ديما باش نستخدمه لي فاريابل. هذا شنو الفرق ما بين الفار والكونستانت. به بالنسبه للثاني الاكزرسيس الثاني شنو قالك ايفاليي لو كونتينيو دي فاريابل الام والان والبي سويت على ليكزيكسيون دي شاكين دي سيكونس سويفونت لهنا عطاك دي انستريكسيون 1 2 و 3 و 4 وقالك كل فاريابل عطيني شنو هو فوسط كي يعطيك اكزرسيس كيفكر اللي هي كانه قال لك خدم لي التورناج على ما يعطيك يعني الجوريثم في اكزاما ويقول لك اعطيني الفالور شنو هو الرول نتاعها اكيد ثم خدمته اكزامانات كيفك كيفاش باش تخدمها الحكايه هذه مثلا عندنا السيكونس هذه الاولى شنو تعمل بالضبط الام في الانستركسيون 1 ام رسوا 30 اش معناها معناها حط لي في الفاريابل ام الفالور 30 توا شنو عندنا عندنا في الام فوسطو 30 ب
الانستريكسيون الثانية شنو قال لك؟ قال لك راي الفالور نتاع الان نحطوا فيها الفالور نتاع الام ونزيدوها 20. شنو فيها الام؟ فيها 30. 30 ونزيدوها 20 تولي لنا 50. دونك الان باش يتحط فيها 50. لا السيكونس تروا لهنا الانستريكسيون تروا البي رسوا ان بلس ام، يعني الفالور تاول باش نطلعوه هو البي. شنو باش نحطو فوسطو؟ نحطو الفالور نتاع الام مع الفالور نتاع الام. شنو فيهم الام والان؟ واحدة 30 واحدة 50. 30 مع 50 معناها باش تجيك 80. 80 هذه بالنسبة للبي. الاخرانية شنو قالك؟ كي ذلك هو افكتلك الام من الاول وجاء عامل لك ام اخرى، شو يقصد بها؟ يقصد بها الفالور الجديد نتاع الام حط فيها الفالور ان الا بي. اش معناها؟ معناها راي الام هذه مش تبقى فيها 30، باش تحط فيها الان الا بي. الان شنو فيها؟ 50. ونطرحوا منها 80 باش تجيك ما تبقاش 30، باش تولي لك موان 30. موان 30 واضح كيفاش تخدم. معناها الام كي يقول لك اخدم لي ليكزيكسيون على ما، شنو باش تعمل له؟ تحط له من الاول فيها 30 ومن بعد تشطب كيفك وتخلي له، يعني شنو اش معناها هذه؟ هذه معناها التورناج لا ماش معناها، معناها اعطيني كل انستريكسيون الفاريابل شنو او كور دو ليكزيكسيون شنو باش ياخذ لي فالور. المره الاولى كي انت تحط له 30 ومن بعد تشطبها معناها راهو الام كان فيها 30 ومن بعد ولت فيها موان 30، كان ثم فالور اخر باش ياخوها بعد الموان 30 تزيد تشطب على الموان 30 وتحط فالور جديد. هذه اش معناها اكزيكسيون على ما؟ نفس الشيء بالنسبه لهذ ام رسوا 2 من بعد باش تولي باهي مش مشكل ناخذوها نزيد نعاودو نخدمو الثاني. اعطينا شنو حاول فيها انت هذه الام الاول شنو فيها؟ كانك بارتاجي ليكرون انا ما مانيش نشوف فيها حبسه في لاك كونستانت تي ايكال ا 20. باهي نعاود نبارتاجي. باهي باش نسكر ونعاود نحل من جديد. باهي بي الو اسمع فيك اسمع فيك تشوف فيه الاكران تاعو اي بي نكملو توا باش نخدمو البارتي الثانيه اللي هي سيكونس 2. حاول هذه نرجع الام شنو باش تاخذ من الاول؟ بي باش تاخذ 2. بعدين شنو باش يصير الانستركسيون الثاني؟ الان باش تاخو ام فوا ام. اقرا هذه الانستركسيون هذيك اش معناها اش يقصد به؟ ماشي ام رسوا ام فوا ام. اي فسر هذه بلغتنا نحن العامية كيما فسرت لك المرة اللي فاتت. قلت لك لهنا الام هذه حط فيها الفالور نتاع الان مو بي. لهنا شنو باش تعمل؟ الام جديدة هذه الانستركسيون دو الام جديدة باش تحط فيها الام القديمة فوا الام القديمة. فهمت شنو الفرق لهنا؟ اي معناها كي يقول لك رسوا راي الام الاولى هذيك هي الفالور جديد والاخرى هي الفالور الموجود فيها حاليا، معناها لهنا شنو باش تجي؟ باش تجي دو فوا دو باش تجيك الفالور كات.
به نفس الشيء الام الجديده قال لك حط لي فيها الام القديمه. حسب رايك انت الام القديمه تو الدو ولا الكات؟ كات. هذه ديما وانت تعدى فالور تشطب عليه. الام الجديده باش تاخو ام فوا ام يعني كات فوا كات، باش تزيد تشطب هذه وتحط في بلاصتها 16. واضح؟ واضح. الام هذه نفس الشيء باش تشطب على 16 وتحط 16 فوا 16 من غير لا نحسبها ما نعرفش قديش، اما احسبها بالكالكيوليتر هذيك. معناها الفالور الاخراني هو 16 فوا 16، والقديم هذه تسمى عمل تورناج على ما ولا اكزيكسيون على ما للسيكونس نتاع الانستركسيون تاعك. مي هما في الاكزامانات باش يعطيك الجوريتم باللي بوكل، والواحد هذه ان شاء الله تو نخدموها على قريب، كل مره نمشوا بشوي. باهي هذا الاكزارسيس الثاني. الاكزارسيس الثالث نفس الشيء، عطاك دي فاريابل وقال لك اعطيني شنو فوستها، ايفالي لو كونتوني دو فاريابل ا والبي والسي سويت ليكزيكسيون. نفس الشيء لهنا باش ناخذ الاكزامبل الجديد هذا. بي السيكونس 1 لهنا شنو عطاك؟ الار سوا 3، معناها نجو نحطو ا وقدامها 3. البي نفس الشيء نحطو بي 5. اللي بعدها ار سوا بي اش تيعمل؟ الار باش تاخذ الفان، معناها التروا باش تضيع وباش تتحط فيها 5 الفاريابل الفالور نتاع البي. معناها لهنا نجو نشطبوا على التروا. توا الفالور دو بي رسوا ا، معناها البي باش تحط فيها 5. هي اصل فيها 5 باش يزيد يكرازي القديم. اش معناه يكرازي؟ معناه يفسخ الخمسة ويزيد يحط 5. علاش هو ما يهموش نفس الفالور ولا مش نفس الفالور؟ اش يعمل؟ يشطب على القديم ويحط الجديد نتاعو. جديد الا ولا فيها 5 دونك هوني بقيت 5. واضح؟ واضح. نفس الشيء للخدمه هذو، نفس الخدمه معناها هوني انت شنو تفهم؟ كي يكتب لك مثلا بي رسوا ا بليس بي، افهم انه حط لي في البي جديده، حط لي فيها الفالور نتاع الا والبي كي تلقاها معاوده مره اخرى البي، يعني الفالور نتاع البي القديمه. فهمت كيفاش تقراها؟ اي به توا اذن ما قلناش الاكزرسيس تاعنا. به سامحني لحظه لو اي بربي. السلام عليكم. اهلا سي مصطفى. باهي باهي عسلامة مرحبا. فهمت اوكي. ويندوز 7 معناها تحب صوب؟ فهمت. هو يهز السيستمات معناها الكونفيغ اللي بارامتر نتاعو به، علاش وراه يثقل كي تحط فيه؟ هو مثلا ضعيف ويحط فيه زو سيستمات يتعب يولا. باهي فهمت اوكي. باهي ان شاء الله. وين من هنا الغدوة تاو نشوف ان شاء الله كان تفضل. باهي ان شاء الله. باهي سلام يا عشق. سلام. باهي ان شاء الله باهي بسلام سلام. باهي نكمل وي. باهي الاكزرسيسات هذوكم اعطيتهم لك المره اللي فاتت. ثم في الزاد في لهنا في لي زيكسبرسيون ثم هذو مش هذا نزيد نهبطو لهنا. باهي
الاكزامبل هذا مثلا الاكزرسيس الثاني وريت لك المره اللي فاتت كيفاش تخدم، وريت لك مثلا بور بي والكي والبي والكي والار والاس يعطيك الفالوريت هذو، مثلا البي تاخذ موان 3 والكي 5 والار 4 والاس 9. لهنا شنو تعمل؟ جيس تتعوض باش نوري لك مثلا البي، باش نخدموا البي اش تعمل بالضبط اللي كرومك تشوفها. اي لهنا البي انفيريور اكي اونتر بارونتيز البي شنو الاولى الفالور نتاعها موان 3 موان 3 انفيريور الكي 5 اونتر بارونتيز ما بينتهم اي لوجيك ومن بعد نو من بعد نو اونتر بارونتيز شنو الار انفيريور سوبيريور اس الار هي 4 سوبيريور ا الاس هي 9 باهي خنصغر الكتيبه باهي هذه الانستركسيون تاعنا معناها شنو باش نعملوا لها ليفالياسيون باهي انت تجي تشوف البارونتيز اول حاجه قلنا في البريوريتي المره اللي فاتت في الكتاب لهنا شنو عاطيك نرجع بشوي كل حكينا فيه البريوريتي نتاع لي زوبيراتور كي نجيو نخدمو وينهم اكسبريسيون هاي لهنا اول حاجه تشوف لي بارونتيز من بعد لي زوبيراتور اينير ومن بعدين لي زوبيراتور ملتيبليكاتيف واديتيف وريلاسيونيل الملتيبليكاتيف هي كل برودوي والاديتيف هي كل لاديسيون الريلاسيونيل هي قلت لك لانفيريور والسيبيريور والديفيرونس وهذيك الكل ولي زوبيراتور اينير هي بار اكزومبل موان والا نون لوجيك والا فهمت الاينير هي اللي تتخدم على يعني اوبيروند واحد فسرتهم هذوم الكل به نرجع لهنا عندنا البارونتيز لهنا معناها نخدموا البارونتيز هذه موان 3 انفيريور 5 في تكتب له في اي نو خلوها وحدها لانه لازم نكملوا البارونتيز ومن بعد نرجعوا للنو نو هذيك تتسمى اوبيراتور اينير علاش تتخدم على اليمون واحد هل انه الكات سيبريرا ناف فو دونك لهنا شفت علاش سميناه النون لوجيك سميناه اوبيراتور اينير لانه يتخدم على بارامتر اللي فوسط البارونتيز هذيك بارامتر واحد تلقاها اليمون واحد النون تاع الفو عكس الفو شنو فري فري اي فري شي يعطوك فري تعطيك فري دونك ليفالياسيون تاع الانستركسيون لا ولا هذه البي مش الا هذه تعطيك فري بالنسبه للبي والكي والار والاس هي الاكزامبل الاول موان 3 و 5 و 4 و 9 نفس الشيء تخدمه للباقيه كلها كيف كيف نفس الشيء واضح كيفاش تتخدم واضحه واضح معناها من غير لا نكملوا لا واضح واضح به هذاك الاكزرسيس الثاني اعطيتك الاكزرسيس هذاك سيكريتي بربيري بالنسبه للاكزرسيسات الاخرين هاهم تنحاولوا نكملوا الكور ومن بعد وقت اللي تخدم اكزامانات تو تفهم اكثر من الاكزرسيسات سهلين اظن به اي البارتي جديده تو الكور البارتي باش ندخلوا لها تيب سكالر انيميري والتيب انترفال شنو ما هذو تيب انترفال سهل الانترفال هو اش معناها معناها مثلا كيما المات انترفال مثلا من ال 5 ل 50 هذا يعتبر انترفال سهل حتى في التفسير نتاعو تنبدو في هذاك بالنسبه للانترفال بالنسبه للتيب سكالر انيميري شنو هو بالضبط التيب سكالر انيميري هو انه تختار مجموعة ان انسومبل مرتبين يعني اوردوني نتاع دي فالور بار اكزومبل باش ناخذ مثال تتفهم اكثر مثال هذا تيب انيميري شفتو امبير
سمي لك فاريابل، فاريابل سميه امبير ايتيغال ا، واعمل اونتر بارونتيز 1.3.5.7. هذا الفالور انيمي، التيب انيميري نتاعو. اش معناها الكلام هذا؟ معناها راو كيما الجور تنجم تاخو لندي ماردي ميركريدي فوندردي ساميدي ديمونش والشيء هذاك الكل. انيميري معناها تنجم، مش معناها مرقم، معناها ان انسومبل دو فالور منظمي. مثال نزيدو ناخذو مثال الاني سكولير لهنا ايتيغال اونتر بارونتيز يحط لك سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر والشيء هذاك الكل، معناها الباقي الشهور الكل. هذا اش معناها تيب سكالر انيميري. تو نزيدو نخدمو عليه اكزارسيسات، لحظه تنشوف اكزامبليت تو تفهموا بالباهي وقتاش نستعملو باهي. خلينا نشوفو امثله خير باش تفهموا اكثر. باهي هذيك باهي لهنا. ناخذوا ليكزامبل هذا باش نخدموا عليه شوي باش نعرفوا علاش ينجم يجيب لك في اكزام على حكايه تيب سكالير انيميري. تعرفوا شنو تيب سكالير انيميري؟ قلت لك 60 فاريابل تحط فيه ان انسومبل دي فالير اوردوني، معناها انت تنظمهم يا هما منظمين وحدهم يعطيهم لك والا انت تنظمهم حسب اختيارك انت. باهي مثلا ناخذوا المثال الاول اني سكولير شنو ما حط لك فيه سبتمبر اكتوبر نوفمبر الشهور اللي عنده هو، معناها العام وقتاش تقرا انت؟ تقرا من سبتمبر حتى لجوان. واضح؟ واضح. لهنا شنو اللي الحوايج اللي تنجم لي زوبيراتور لي زوبيراسيون اللي يسيروا على تيب سكالير انيميري؟ تنجم تافيكتي بار اكزومبل هو شو اسمه لهنا؟ اسمه اني سكولير. جي تنجم ديكلاري بار اكزومبل فاريابل تسميه، مثال باش نعطيك لهنا مو اي فاريابل لازمك ديكلاري انت تكتب var moi دو بوين اني سكولير. سكولير اش معناها هذا؟ معناها الفاريابل اللي سميته انت موا هذا شنو تنجم تلقى فيه؟ تنجم تلقى فيه سبتمبر والا اكتوبر والا نوفمبر والا معناها الاشهر هذاكم الكل، غير الموجودين ما بين بارونتيز حطيت له شهر اخر غير هذم يخرج لك الرر. بار اكزومبل ناخذ اكزومبل اخر ريزلتا كيما عامل لك هو تعمل ايتيغال اونتر بارونتيز شنو تنجم تكون ريزلتا؟ يا ادمي والا شنو والا كنترول والا رفيزي والا ب لي با يعني لي فالير هذو الثلاث اللي نجموا يكونوا ياخذهم الريزلتا. باهي لهنا كي تجي انت هذا التيب اللي استعطوا المره اللي فاتت مشني قلت لك كي ثم دي تيب معينين اللي هما دوب ما تكتبهم يعرفهم السيستم تاع تيربو باسكال اللي هما شنو هما؟ اللي هما التيب ستوندار كيما لونتي والريال والشين دو كاركتير والكاركتير. بالنسبه لا بالنسبه للتيب سكالير انيميري سي تان تيب تصنعه انت حسب الاحتياج نتاعك انت، فهمت؟ مثلا في اكزرسيس لقيتو يحكي على ريزلتا، الريزلتا شنو تنجم تكون؟ تنجم تكون ادمي كنترول والا ريفيزي. دونك سي تان تيب سكالير انيميري هذاك علاش ما يعتبرش من لي تيب ستوندار؟ تيب ستوندار معروفين، مي لي تيب لي نوفو تيب نسميهم هذا نسموهم دي نوفو تيب تصنعهم انت، فهمت شنو الفرق ما بيناتهم؟ ايه هذاك علاش تكتب قدامها الموكلي تايب، اي تيب انت اللي تصنعه تكتب الموكلي تيب قدامه. به بعد لصنعنا التيب نتاعنا شنو لازمنا نعمل؟
نفس الشيء لازم نديكلاروه في اللي فاريابل. تكتب var par exemple r دو بوين شنو دو بوين ريزلتا. كي نقولو دو بوين ريزلتا الار تنجم تاخو تنجم يا تلقى فيها ادمي والا كنترول والا ريفيزي. واضح؟ واضح. معناها لهنا كي تجي تكتب r وتكتب له رسوا تكتب له رسوا شندو كاركتير لهنا وقتها يخرج لك الرر. ما عندكش الحق تكتب فيها ما دام عملتها دو تيب ريزلتا راهو ما ياخو كان لي فالير اللي حطيتهم انت في وسط البارونتيز. هذه حاجه. ثاني حاجه شنو هي لي زوبيراسيون اللي تنجم تصير. بار اكزومبل لهنا تكتب لافيكتاسيون تنجم تافيكتي في الفاريابل اير شنو حسب رايك انت؟ ادمي. بار اكزومبل تنجم تحط فيه ادمي ما تحطش الدو كود. راك اذا حطيت دو كود يعتبره شين دو كاركتير وهو مش شين دو كاركتير الموجود في ال في الريزلتا. ستين فالور ادمي والا تنجم تحط فيه الزوز الاخرين كيف كيف. هذه اوبيراسيون تنجم تصير للتيب سكالير انيميري. هذه حاجه. ثاني حاجه تنجم تستعمل الاورد. الاورد نحن في العاده شنو طلع لنا بالنسبه للكاركتير؟ كي نقول لك ارض الارض كاركتر ا شنو تعطيك؟ 69 ولا 65 الماج سكيل 65 تعطيك تعطيك الكود اسكي يسموه هذا الارض 60 برمي دوني الكود اسكي دين كاركتر. لهنا بالنسبه للارض كي تحط لها انتر بارونتيز فالور من اللي تيب سكالير معناها معناها تكتب له ارض ادمي شنو يعطيك لهنا؟ كانوا في البوزيسيون الاولى نتاع التيب سكالير انيميري باش يعطيك زيرو. كانوا في البوزيسيون الثانيه كيما الكنترول باش يعطيك ان. في البوزيسيون الثالثه باش يعطيك دو. واضح؟ معناها كي تكتب له لهنا كيما لهنا اورد سبتمبر فو زيرو اي اورد اكتوبر فو ان شوف معناها البلاصه نتاعها يبدلك من زيرو مش كيما كي تعطيه أورد نتاع كاركتير يعطيك الكود اسكي. هذه حاجة بالنسبة للكاركتير كي تحط له أنتر بارونتيز كاركتير يعطيك يمشي لك للتابلو يطلع لك الكود اسكي نتاعه. بالنسبة للتيب سكالير انيميري لا يشوف لك البوزيسيون نتاعها في الأنتر بارونتيز اللي صنعته وانت تيب. هل أنها موجودة الأولى يعطيك زيرو موجودة الأخرانية يحسب من الزيرو جيسكا وين يوصل البوزيسيون هذيك باش يعطيك البوزيسيون نتاعها. فهمت شنو تعمل الأورد؟ فهمتك. به بالنسبه هذه الارض. بالنسبه عندنا دي فونكسيون اخرين نخدموهم نجمو نستعملوا البريديسيسور والسكسيسور نفس الشيء. اش قلنا نحنا كي نعملوا بريد الكاركتير بار اكزومبل الكاركتير سي الكاركتير هذا كي تعطيه الكاركتير سي شنو تقول له البريديسيسور اش تعمل لك فونكسيون بريديسيسور تعطيني اللي قبله اللي قبله سي اللي قبله هو الكاركتر بي مينيسكيل بالطبيعه مو حسب ما تكتبها انت ماجسكيل. كان تكتب له لهنا سي سي ماجسكيل باش يعطيك البي ماجسكيل علاش الكود اسكي ديما راهو يشوف لك الكود اسكي نتاعها. واضح؟ هذه بالنسبه للبريديسيسور كي تخدم للكاركتر. لهنا كي تجي تقول له بريد انتر بارونتيز كنترول شنو يعطيك؟ يعطيك ادمي. صحيت اللي قبلها بالضبط. كي تقول له البريد نتاع الريفيزي باش يعطيك الكنترول وكي تقول له البريد نتاع الادمي يعطيك زيرو. لهنا شنو قال لك؟ قال لك لي زوبيراتور بريد و سيكسيسور والبريديسيسور بريزونت لي بريديسيسور كيما نعرفوهم نحنا. بار اكزومبل تعطيه البريديسيسور نتاع سبتمبر لهنا شوف كي تقول له انت البريديسيسور نتاع سبتمبر في الاكزومبل هنا ما عندكش الحق تعملها وزيد ما تعملش السكسيسور نتاع جوان ما تشوف فيها ليكرون واضحه. اي لهنا شنو يخرج لك؟ قال لك يخرج لك ايرور. شوف لهنا ويني كنت نقرا فيها تو اهي قال لك البريديسيسور نتاع اول اليمون نيكزيست با السكسيسور نتاع جوان اللي هو اخر اليمون نيكزيست با دونك شنو peuvent provoquer des erreurs. لهنا ينجم
يخرج لك دي زرور في الاكزيكسيون تاع البروغرام نتاعك. دونك انت كي يجيك في اكزرسيس مثلا اكزاما ولا حاجه يقول لك البريديسيسور نتاع ادمي كيما هكا والسكسيسور نتاع ريفيزي، تقول له راه باش يصير ايرور، معناها تكتبها له سو فورم تكست، معناها ما يعطيك حتى شيء لانه ريزلت باش يخرج لك ايرور. واضح؟ واضح. هذه بالنسبه للتيب سكالر ينيميري، هذا شنو فيه، شنو كيفاش ديكلاريه تو اعطيتك تكتب. اش قلت لك؟ قلت لك ما كنت باش تصنع تيب من عندك، هذا مشو تيب ستاندر. قلت لك تيب ستاندر هما كلي زونتي ريال اللي يعرفهم السيستم، مي لي نوفو تيب ديما اي تيب سكالير ينيميري من الاول راه لازمك تحط الموكلي تايب. واضح؟ تعمل تايب تكتب التيب اللي صنعته وانت وتحط اونتر بارونتيز دي فالير اللي نجم ياخوهم، وبعد لا تعمل هذه تجي تكتب كيما عملنا لهنا var سمي فاريابل اللي تحب عليه دو بوين وتعمل اللي التيب اللي سميته وانت لهنا. هذا كيفاش ديكلاري تصنع تيب سكالير انيميري. هذا الكل الخاص بالتيب سكالير انيميري اللي لازمك تشد. توا تيب انترفال، كان عندك كاستيون على تيب سكالير انيميري قول لي. معناها من الاول نكتب هكا تيب اير، نكتب تيب ريزولتا ونحط فيها الفالوريت نتاعها. لحظه شوف لهنا، اول حاجه باش تصنع تيب سكالير انيميري شنو تعمل؟ تكتب تيب وتسمي اي اسم، راه مش لازم ريزولتا، راك سميه انت تصنع. تكتب مثلا صحيح، تكتب ايتيغال اونتر بارونتيز لي فالور اللي نجم ياخذ مثلا كيما الشهر شنو ياخذ من سبتمبر حتى الاخر حتى ديسمبر ما بيناتهم فيرغيل، واول اليمون تحطه هذاك يعتبر البوزيسيون زيرو. علاش تنجم تخدم باللورد كيما فسرت لك؟ كي تعمل اورد نتاع اول اليمون تخرج لك الزيرو، البريديسيسور نتاع اليمون الاول يخرج لك الرير، والسكسيسور نتاع اخر اليمون نتاع تيب سكالير انيميري زاد يخرج لك الرير. الباقيه سافا الامور هتمشي. وشنو هو لي زوبيراسيون اللي تصير على تيب سكالير انيميري؟ لافيكتاسيون، هذه معناها تنجم تكتب انت ار ريسوا فالور لازم يكون موجود اونتر بارونتيز، اذا مش موجود يخرج لك الرير زاد. واضح؟ واضح. باه التيب انترفال، تو التيب انترفال هو شنو؟ ساهل باش ديكلاري انترفال شنو تعمل؟ تكتب بار اكزومبل عطيك لهنا موا ايتيغال، لهنا موا ايتيغال 1.12، معناها الشهر منين لمنين، من الاول من ال جيسكا 12 عندنا 12 شهر، تنجم ديكلاريها ايتيغال 1.12. معناها لهنا شنو تنجم تكتب؟ باش نعطيك تنجم طريقتين ديليت به باش ديكلاري تابلو، تنجم تكتب له هكا ديكلاري سامحني انترفال، تنجم تكتب له موا ايتيغال من 1 جيسكا 12 هي نفسها كي تكتب له موا ايتيغال 1.12، هذه نفسها كيف كيف تستعمل الاولى ولا الثانيه زوز كيف كيف، ما ثم حتى مشكل. معناها تنجم انت في اكزرسيس تلقاها الاولى والا بالطريقه هذه زوز صحاح. به لهنا باش ديكلاري بالطبيعه الانترفال مش هو من لي تيب ستوندار انت اللي باش تصنع، دونك سي تان نوفو تيب. واضح؟ اي تيب باش تصنعه انت سي تان نوفو تيب. فهمني اش معناها نوفو تيب، فسرتها لك. النوفو تيب هو اي نوفو تلقاه غير لي تيب ستوندار الخمسه، كلونتي والريال والشندو كاركتر والكاركتر والبوليه، اي تيب اخر راه يعتبر سي تان نوفو تيب. واللي نوفو تيب الكل كيفاش تصنعهم؟ تعمل الموكلي تايب وتحتها الموكلي فار. اش معناها؟ معناها اول حاجه ديفيني انت التيب نتاعك شنو هو، كيما عملنا قبيله التيب نتاعنا شنو سكالير انيميري، كتبت مثلا ريزلتا ايتيغال اونتر بارونتيز لي بارامتر نتاعي. والديكلاراسيون اش معناها؟ معناها نديكلاري فاريابل باش نستعمله في البروغرام نتاعي، بار اكزومبل الار دو بوين، وتكتب التيب نتاعك. مي الفوق في التيب لازمك تكتب بار اكزومبل ريزلتا ايتيغال، ثبت لهنا تكتب ايغال، وفي الفار تكتب دو بوين.
هذا فرق. ب باش نصنع تب انترفال شنو نعمل بالطبيعة كما قلت لك مادام نوفو تيب باش نستعمل التيب كيفاش نصنع وريت لك تكتب بار اكزومبل موا ايت ايغال ماشي دو بوين علاش في النوفو تيب ديما بالايغال 1.12 اش معناها الكلام هذا معناها راهو الموا يبدا من الشهر الاول جيسكا اخر شهر دوز الفار توا شنو باش نعمل مادام صنعناه لازمنا نديكلاروه في لي فاريابل كيفاش باش تعمل جي تكتب فار سمي اي اسم ام دو بوين التيب اللي صنعته انت اش معناها الكلام هذا كي تكتب له ام دو بوين موا معناها راهو الفالور نتاع الام ينجم يكون من 1 ل 12 واضح تو واضح هذه هي كيفاش تصنع تخدم على الانترفال كيفاش تصنع انترفال ديكلاريه من الاول للاخر به توا باش نشوفوا ثمش حاجه دي زوبيراسيون كيما التيب سكالير ينيميري باش يصيروا على لي تيب انترفال ب اي بوكو بلي بريسي كو مو انتي هنا ما عطاك حتى شيء معناها ما ثمش دي زوبيراتور عادي باش تخدم بها عادي ب هذا بالنسبة للتيب سكالير نيميري وبالنسبة للتيب تيب انترفال سامحني به توا باش نحاولوا نخدموا الاكزرسيس هذا سيتينا الالغوريثم هذه اكزرسيس 1 شنو قال كوريجي لي زيرور دي بروغرام باسكال سي دي سي عندك حتى شوية فكرة على الباسكال ولا اي عندي شوية فكرة عليه به لهنا اي حاول تطلع مشكلة في الاكزرسيس لحظة ها وين قدامك وشوف هذا البروغرام نتاعنا وشوف ثمش مشكلة في ال قلك طلع لي لي زرر موجودين ابدلنا باول انستركسيون بالوحدة بالوحدة لا قبل بدلنا بأول انستركسيون صحيحة بروغرام ايرور بروغرام ايرور لهنا ديما في الاسم البروغرام اللي تتصنع وما تتعمل بروغرام اسم هذا الايرور هو سميه ايرور تسميه اللي تحب انت بار اكزومبل تخدم في اكزرسيس نتاعك تسميه اللي تحب اخر انستركسيون تكتب لازم ديما بوان فيرغيل واضح هذه الايرور الاولى نتاع يعني لهنا لازمنا نكتبوا بوان فيرغيل بعد التايب معناها بوان فيرغيل لا 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 هاني تنطلع قدام هاي الاسم نتاع البروغرام ديما اي بروغرام تكتب بروغرام اسمه وبعد تعمل بوان فيرغيل هذه المشكله الاولى المشكله الثانيه لوش عندنا لهنا تايب شنو التيب نتاعو التيب التيب نتاع الاليف شنو هذا شنو نوعيته شنو دو كاركتير لا ثبت روحك لا لو انه شنو دو كاركتير نكتب بوفار سي هاش ولا اليف دو بوان سترينغ هذاك شنو دو كاركتير هذا لا هذا شنو عمل لك شنو عملنا بكري معناه صحيت ش عملنا بكري ش قلت لك كي تعمل في التايب شنو تعمل اكا ريزلتا ايجا صحيت لهنا هل انا عامل ايدقال لا لا لهنا لازم هذه الدو بوان ايرور الاول دو بوان لازمها تولي ايجال واضح انتر بارونتيز حط لك علي صفاء سامي وسام كمال بوان فيرغيل التيب حسب رايك هذا شنو التيب كنا نقرا فيه تو تيب سكالاري نيميري ب هذه تصليح تين لول توا التيب الثاني مويا ايغال 0 دو بوين 20 فمش غلطه لهنا صحيح ولا غلط
شنو هو حاسب رأيك؟ أبي صحيح، خاطر ما هو قلت لي معناها كنا نعملوا كنت على الترفال ولا نخلوها كيكا عادي. باهي، ثم حاجة ناقصة لهنا، لي زانستريكسيون باش يوفوا بوان فيرغول، البوان فيرغول ما عملهاش. وتو هو هكاك نكتبوا ايجال ولا دو بوان ايجال؟ لا قلت لك في التايب قلت لك راي ديما ايجال، ما تحطش دو بوان في التايب لهنا. ما دامك انت فصلت التايب ديما حط ايجال. علاش؟ واش معناها التايب؟ فسرت لك قلت لك سي تان نوفو تيب، هو نوفو تيب صنعته. لازمك ديفينيه انت اش معناها ديفينيه، معناها تحط له لي فالور اللي نجم ياخوه. هذاك علاش كتبنا ايجال. اما دو بوان ايجال هذيك في الرسوا، دو بوان ايجال هي لوطا بعد البيجين او ان دو بوان ايجال صفاء، وقت هذيك تعتبر رسوا. مي لهنا مش رسوا. باهي، تو ندخلوا للفارش. قلنا نحن اي تيت نصنعوه باش نديكلاروه فوسط لي فاريابل، كتب لك او ان دو بوان ايليف. صحيحه ولا غلطه؟ شوف انت كان صحيح انت عدو، انا مش راهو لازم اي انستركسيون غلطه. اي جوست بكري كتبنا اير رسوا وحطينا فيها ادمي. لا هذيك من بعد. مي شعملنا شعملنا في الاكزرسيس اللي فات، قلت لك اي حاجه لازمك تعمل لها التايب، تصنع تيب نتاعك ايتيغال ومن بعد الديكلاري لهنا في اللي تيب تعمل ايغال، مي في الفار تعمل دو بوان. هذا شنو الفرق؟ وبالطبيعه الانستركسيون تم بوان فيرغيل. الاو ان اش معناها؟ دو بوان ايليف اش معناها؟ راهو الاو ان، الاو ان سي تي يعني 60 تيب ايليف. شنو ينجم ياخو؟ ينجم ياخو اللي موجودين في البارامتر في الانتر بارونتيز، هذا علي صفاء سامي وسام كمال. واضح؟ واضح. نفس الشيء للاو 2، الاو 2 كي يحط لك دو بوان ايليف راهو نفس الشيء. يعني الاو 2 راهي فيها نفس اللي الفالير هذا من الخمسه، ما فما حتى مشكل في الاولى والثانيه. توا اكتب لك ان ان دو بوان موين. صحيح ولا غلط الانستركسيون هذه؟ ناقصتها بوان فيرغول. باهي، لهنا ناقصه بوان فيرغول. اللي بعدها ان دو دو بوان موين بوان فيرغول. صحيح كيف باهي. لهنا عطاك فالور فاريابل سماها لك ريسور دو بوان بوليان. صحيحه ولا؟ صحيحه. ويني من اللود موجوده ان دو واضح. لا هو مادام الانستركسيون هذيا ما فيهاش مشكل في يعني بوان فيرغول ولا في السنتاكس، تعديها. راه مش لازم تشوف لوطه، شوفها هي بحد ذاتها. كاني لو انه مكتوبه ايتيغال في الفاريابل وقتها انا نقول لك عندك غلط. مي مش لازم تشوف في بعد البيجين وكل انفيرير ولا سيبيرير، لا شوف كان لي سانتاكس. تا مش مشكله في السانتاكس. السانتاكس اش معناها؟ معناها بوان فيرغول ناقصه، ايغال محطوطه دو بوان، دو بوان محطوطه ايغال، والا فهمت شنو قصدي؟ هذاك اش معناها سانتاكس. باهي لهنا صحيح 60 تيب بوليان. باهي تو باش نبدو البروغرام نتاعنا، كتب لك بيجين هذيك مريقله لهنا الاو ان دو بوان ايغال. دو بوان ايغال هي شنو؟ هي رسوا، كانه كتب لك او ان رسوا شين دو كاركتير صفاء. صحيح ولا؟ غلط، خاطر مش شين دو كاركتير. اعطيتها لك قباله. لو انه لهنا كتب لك شين اللي هي ما تجيش، عمرها ما تجي، يخرج لك الرر. لهنا ما تنجم تحط كان دي فالور محددين. لي تيبس دونتار ما تنجمش تحطهم لهنا. مثلا تجي تحط له ان دو تروا والا شين دو كاركتير ولا حاجه، ما تحطوش في التيب سكالير نيميري. نحكي تحط دي فالور كيما حطيناهم لهنا. لهنا شنو هو المشكله؟ او ان دو بوان ايغال، ثم فرق انك تكتب له او ان دو بوان ايغال صفاء وتكتبها له كيما عطيها لك هو. الصحيحة هي اللي كتبتها أنا، اللي كتبتها هذه صحيح. اللي أعطاها لك هو لازمك تنحي لها شنو؟ تنحي لها الدوكوت منها والدوكوت منها، معناها تخليها فارغة. كلمة صفاء دو بوان إيكال صفاء، واضح؟ واضحة. باهي، الإن أن شنو حط فيها؟
أرض كامل بلس أ أ بلس دو فوا سكسيسور ألي. باهي لهنا هل انو الانستركسيون لهنا صحيحه ولا غلطه وعلاش بالطبيعه؟ كيفاش تعرف انت غلط ولا صحيح؟ تشوف التيب نتاع ال ان ان شنو التيب نتاعو؟ ما هو موين موين ما دام موين لازم يكون ما بين الزيرو والفان، او حاطيه لك الفوق ما بين الزيرو والفان. انت كي تحسب الانستركسيون هذه تي فاليها تعمل لي فاليسيون تاعها موجوده وتلقاها في وسط 0 20 راهو مريق، لقيتها خارج ال 20 باش تقول لي راهي ثما مشكل. اعطيني اش تعطيك اورد كامل؟ اورد كامل كامل هي 5 0 1 2 3 4. قلت لك تبدا من 0 راهي ما تبداش من الان، 5 كي ظلك نبدا من الان يعني هذه باش تعطيك 4 4 بليس 2 فوا سكسيسور نتاع علي. هو سكسيسور نتاع علي علي اي اللي بعده ما اي صافي اللي هي الاي فوا صافي فوا صحيت. انت ما تترجم ليش العدد، شوف لي سكسيسور علي تعطيك صفا بوان فيرغيل. هل انو الانستركسيون هذه صحيحه؟ كيفاش تحسب عدد مع تيبي نيميري ما تمشيش لهنا؟ هذه مشكله، هذه مشكله لهنا الاولى. ثاني مشكله انه لهنا شوف ايش كاتب لك، كاتب لك ايغال والرسوا هي دو بوين ايغال مش ايغال، معناها ناقصه دو بوين زيد. واضح؟ واضح ناقصه دو بوين، هذه المشكله الاخرى. والمشكله هذه معناها ما تنجمش تصلحها، تكتب عدد شنو باهي كي انت تصلحها تحب تصلحها لازمك شنو تبدل صفا هذه ارد صحيت، هذه تبدلها تولي فوا ارد باش تعطيك العدد اونتر بارونتيز صفا. باهي الارد نتاع صفا وقتها شو يولي يعطي؟ يعطينا 1 باهي 0 1 2 فوا 1 قداش؟ 2 بليس 4 باش تعطيك 6. دونك ال ان 1 ايتيغال ا 6. باهي تو نتعدوا الانستركسيون بعدها بالطبيعه لهنا راه لازم كونفرجيل، معناها ما تنساش انستركسيون لازم كونفرجيل. ال او 2 ديما كي تشوف يعطيك فاريابل كيفك ويحط لك فيه حاجه شوفوا هو شنو التيب نتاعو. او 2 دو نفس الشيء، التيب نتاعو تيب سكالاري نيميري اللي هو إليف، لأنه أنت كي يكتب لك إليف يعني يزيد أطلع الفوق إليف شنو فيه؟ يعني نجم يكون علي صفا سامي ويسام كامل. باهي لهنا الـ أو دو حط لك فيها سامي، كلامه صحيح ولا؟ الأن دو الـ أو دو أو دو الـ أو دو سامي أي أي صحيح صحيح، لأنه سيتان تيب سكالاري نيميري وقلنا ينجم يا خويا علي يا صفا يا سامي يا وسام يا كمال. حط لك سامي دونك فري كلامه صحيح. حط نتعدوا الانسركسيون اللي بعدها ان 2 دو بوان ايغال موان 15 بوان فيرغيل. الان 2 شنو التيب نتاعها؟ الانترفال سميناه الانترفال تيب انترفال سميناه موين موين، والموين منين لمنين؟ من 0 للفان. باهي وش حط لك فيها؟ موان كان مش موجودة لهنا باش يخرج لك كرر، يقول لك راهو ستين موين، انت قلت لي من زيرو للفان وما حاط فيها كانز باش يخرج لك كرر، دونك هذا ايرور يعتبر. معناها لهنا يا تحط له كانز تصلح له بلوس كانز، والا تشوف اي فالور ما ندريش لهنا تصليح، المهم صلح. واضح هذه غلطة أخرى. ثاني حاجة كتب لك الفالور الفاريابل هذا دو بوان ايغال entre parenthèses n2 supérieur à 10 entre parenthèses سكرها point virgule. حسب رايك شوف الغلطه، لاحظ ركز في الوحده وقول لي شنو الغلطه. هاي الان دو هي اكبر من 10 بل ذيك، ركز في الفاريابل اي راهي يصير ناقصه هذه اول حاجه لهنا، معناها لازمك تكتبها له كيما الفاريابل اللي عطاها لك هذه، نهبطوها تحط
تحط هيل وهي نفسها تتبدل هيل. ريس سير دو بوان ايجال هذه الغلطه الاولى. ثاني حاجه ان دو سيبيريرا 10 الان دو شنو فيها بلس 15 اعتبرناها اللي هو حطها موان 15 ما تجيش نقولوا صلحناها 15 سيبيريرا 10 دونك باش تاخذ ري واضح واضح. هذا الاكزرسيس نتاعنا قال لك كوريجي لي زيرور صلحناهم وليفاليياسيون تاع لي فاريابل بالنسبه ل E1 خذيت صفاء بالنسبه ل N1 قلنا 6 بالنسبه ل E2 سيمي ال N2 15 والريسير فري. واضح الاكزرسيس كامل واضح به. شفت لهنا كي تلقى حاجه البروغراماسيون كي تفهمها معناها لا قاعده الاكزرسيس يجيك سهل سامبل اما كي ظلك مش فاهم مستحيل كانت تنجم تخت اي ب الاكزرسيس الثاني است كو لا ديكلاراسيون دو لونيميراسيون سويفونت اي تو اي كوريكت جيستيفي فوتر ريبونس اعطينا R=0.2 هل انه كلام صحيح ولا معناها 60 ديكلاراسيون امريكله ولا وين ديكلاريها بالضبط هو لا لا عطاك لا ما عطاكش الالغوريتميك معناها التيب قال لك كي نكتب نا كي فك هل انه صحيح ولا اعطيت لك الملاحظه هذه اما ما قلت لي لازم نكتبو تيب لا 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 هذيك من غير لا نحكوا عليها هذيك صحيح كلامك لازم كتيب اما لا هو اللي اعطاك الكتيبه هذيك هل انه تنجم تحط فيها 0 2 كات كيما عطاها لك هو هذه ولا او هي نرجع 0 2 كات انتر بارونتيز ككتيبه صحيحه اما شوف الكونتني نحن اش قلنا نرجع للديفينسيون تاع تيب سكالير نيميري. التيب سكالير نيميري ديفيني ان انسومبل اوردوني اي فيني دو فالير ديزيني بار دي زيدونتيفيكاتور ديفيني بار ليتيليزاتور. اش معنى هالكلمه هذه؟ معناها معرفهم معناها رام لي فالور اللي تحطهم انت لازمهم انت اللي عاملهم. معناها اش معنى الكلام؟ معناها رمشهم ستوندار كيما قلت لك ما تجيش تحط لونتي كيما هذيك حط لك زيرو لي تيب ستوندار ما تنجمش تحطهم في التيب سكالير نيميري. فهمت شنو قصدي؟ اش حاب وين حاب يوصلك؟ تيب سكالير نيميري لي تيب ستوندار هما كلونتي هذوك ما تنجمش تحطهم في تيب سكالير انيميري. كان دي تيب مثلا تحط انت دي فالير معيني لا لازمهم ما يكونوش لا دي شين لا دي كاركتير لا بوليان لا. فهمت شنو ب هذا بالنسبه معناها ما نجيش نحط له ك زيرو والا صحيت لهنا ما عندكش الحق. تيب سكالير انيميري ما يصيرش فيه كيما كيك. فهمت به في بيلي عملها من الاول ثاني اكزامبل كيما هكا خلينا نرجعوا نشوفوه تيب هذا باي هاي لهنا شوف نفس اللي قلت لك عليه تو قال لك لا ديكلاراسيون دي تيب انيميري امبير ايت ايغال 1 3 5 7 اي تيل بوسيبل مجاوب لك عليها لهنا ويني لحظه عطيك قال لك سيت ديكلاراسيون اي تان ترديت كار التيب هذوما التيب نتاعهم سي تان تيب بري ديفيني اونتي اللي هو ما تيب ستوندار كيما قلت لك. معناها ما عندكش الحق تحط تيب ستوندار من الخمسه هذوكم في التيب سكالير انيميري. واضح هذه معلومة. باهي هذوما بالنسبة للانترفال والتيب سكالير. خلينا نشوفو نلقوش اكزرسيس آخر. باهي هذوك
واضحين اللي وصلنا لهم تو. اي باهي، تو باش نبدو في اللي تابلو اين ديمونسيون. اش معناها تابلو؟ تعرفش اش معناها التابلو؟ اي نعرف فيها حاجات مش برشا. باهي التابلو كيما نعرفو نحنا الشين دو كاركتير هو شنو؟ باغ اكزومبل نكتب الشين دو كاركتير باك 2020، هذي ستين شين دو كاركتير. كي تجي تشوفها سيت ان انسومبل دو شنو الشين دو كاركتير؟ دو كاركتير صحيت، معناها هذي مع هذي مع هذي مع السباس هذيك الكل باش تكون لك شين دو كاركتير. نفس الشيء التابلو، تابلو سيت ان انسومبل دي زيليمون. اش معناه؟ بار اكزومبل ناخو تابلو، تابلو دي زونتي. ملاحظة، التابلو ما تنجم تحط فيه كان دي زيليمون دو ميم تيب. معناها شنو الكلام هذا؟ معناها ما يجيش في تابلو تكتب له تابلو فيه 2 5 10 وبعد تجي تكتب له 1.5. لهنا التابلو باش يخرج لك الرر. علاش حسب رايك؟ لانه حطيت فيه ريال، لهنا اونتي ولهنا ريال، باش يخرج لك الرر يقول لك راه التابلو فيه دي زيليمون مختلفين. هذاك علاش لازمك انت اول قاعده تعرفها في التابلو، التابلو راه لازم تحط فيه دي زيليمون دو ميم تيب، معناها يا دي ريال يا دي زونتي يا دي شين دو كاركتير يا تو نقرو من بعد تنجم تصنع دي نوفو تيب. باهي هذه أول حاجة. ثاني حاجة، تابلو دي زونتي كيفاش نديكلاريه؟ اش قلنا نحنا؟ لي تاب لي زيليمون لي لحظة قبل كل شيء، علاش عملت تيب حسب رايك فسر؟ خاطر ماهوش مكا لي زيليمون ستوندار الخمسة، لي تيب ستوندار الخمسة مش هما ذوك، دونك لازمنا نصنعوه. لي تابلو دي زونتي هو سيتان تيب، سيت ان نوفو تيب صنعي، يعني تعمل له انت الكرياسيون، مش موجود في يعني ما يعرفوش السيستيم ولا تيربو باسكال نتاعو، ما يعرفش التيب هذا سيت ان نوفو تيب، لازمك انت تصنعه له وتوري له كيفاش. باهي بالنسبه للتابلو دي زونتي كيفاش تصنع؟ كيما العاده اي نوفو تيب تكتب تايب ومن لوطه باش ديكلاريه لازمك تعمل فار. باهي باش تصنع التابلو واش تكتب؟ مش لازم كلمة تاب، معناها أي اللي تحب تكتبه أنت تاب هي إيجال ونحط فيها الريزلتا نتاعنا. معناها كيفاش الريزلتا؟ لا هذاك سكاليري نميري. باهي هذا هي باش نوريك كيفاش تعمل له ديكلاراسيون اون الغوريتميك اون باسكال. بالنسبة للالغوريتميك تصنع تابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي كيما لهنا. لوبجي شنو تحط فيه؟ تسميه ما بار اكزومبل تاب، لهنا مسميه هو ايدنت تابلو. التيب ناتير نتاعو تابلو دو تاي اي دو تيب اليمون بار اكزومبل، لهنا بار اكزومبل نقول لك اصنع لي تابلو دي زونتي والا تابلو تاب دي سونتي. اش معناها دي صديقه؟ معناها راهو التاي نتاع التابلو يكون فيه 10 اليمونات دي سنتي. واضح؟ واضح. معناها في الالغوريتميك باش شنو باش تعمل باش تجي تخدم له؟ باش تعمل له هيك، تكتب له لهنا اسم التابلو تاب لحظه، لهنا تكتب له اسم التابلو شنو سميته. نحكي على الديكلاراسيون راهو في الالغوريتميك، مي باش تخدم في الباسكال باش تولي تايب وفار كيما وريت لك قبيل. باهي بالنسبه للناتير، تيب ناتير شنو الناتير؟ تبقى نفس تابلو دو تاي قديش 10. نحنا قلنا التابلو دي 10 سنتي وتكتب له بعدها اونتي. واضح؟ واضح. هذاك كيفاش تعمل ديكلاراسيون نتاع اون الغوريتميك، ما ينجم يطلب منك باسكال ولا الغوريتميك تعمل له باش تصنع تابلو، تكتب تابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي اللي هو تي دي او.
دي ديو وتعمل فيه لي زوبجي لوبجي لوبجي سمينه طاب تيب ناتير تابلو دو تاي وتحط التاي نتاعك ولي التيب اللي اخترت باش تستعمل. بالنسبه للباسكال لهنا علاش عمل لنا؟ عندك طريقتين في الباسكال باش ديكلاري تابلو. نجم تكتب var tab ايجال array سامحني مش ايجال قلنا الفار ديما دو بوان array وتكتب هكا منين لمنين هو الانترفال نتاع التابلو نتاعنا ينجم يكون من الان نعم زيرو للدي لا من الان نجم تنجم انت تحط زيرو مي المعروف نحن نخدمه فيه ديما من الان جيسكا اللي عطاك البورن سيبرير اللي عطاه لك اللي هو التايم تاع التابلو اللي كتبناه نحن من ديس ومن بعد تكتب اوف التيب نتاعو شنو التابلو لي زيليمون اوف وقتها نكونوا ديكلارينا التابلو نتاعنا var tab دو بوان اري تحط الانترفال نتاعك منين لمنين اوف انتجر بوان فيرجي ب هذه ملاحظه مش ني قلت لك نا اي اليمون مصنوع عن طريق ليتيليزاتور معناها مش من لي تيب ستاندر تستعمل التايب اي هنا استعملنا كان الفار لهنا لازمنا نستعمل التايب لا مش لازمنا لهنا في حالة التابلو تنجم تستعمل الطريقة هذه وإلا تستعمل التايب هاني تنوريه لك زوز صحاح به معناها لهنا شنو تنجم تعمل الطريقة الأخرى كيما هذه تكتب شقلت لك نا تكتب تايب var التايب شنو تكتب فيها تاب إيجال ولا دو بوان إيجال علشنا في التايب وتكتب الري بطبيعة نحكو على الباسكال مش نحكو على الالغوريتميك الالغوريتميك وريت لك في التابلو تي دي او تكتب الجست اسمه والتابلو دو تاي قديش والشي ذاك الري من شنو لشنو من الآن للديس للديس اوف شنو اوف ان اوف انتجر بوان فرقي به هذه الجزء الاول توا لازمنا نديكلارو في الفار اش تعمل سمي اي فاريابل تحب عليه انت اللي نعرفوه ديما تسمى ديما تسموه في التي دو بوين ولا ايجال دو بوين ديما في الفار ديما دو بوين وتكتب التاب نتاعك بوين فيرجيل سهله برشا هذا هو كيفاش تصنع التابلو نتاعك والا الطريقه اللي كاتبها لك لهنا الورته لك معناها تستعمل الفار اما انت متعود على هذه يخدم بهذه وسايب عليك واضح اما لازمك تعرفها ينجم في اكزرسيس في اكزاما ولا حاجه يعطيك يعني الميثود الثانيه لازمك تعرفها وين كيفاش الميثود الثانيه هاني باش نعاودها لك تكتب var تكتب تي دو بوين علشنا في الفار الري من 1 جيسكا 10 اوف ان لحظه هذه الطريقه الثانيه في بلاصه تعمل الزوز هذا مع بعض تستعمل كان هذيك واضح واضح يا هذه يا هذه اختار منهم انت واخدم بها معناها ما تشدهمش شده وانه انه موجود هذيك باش كي يجيبها لك في دوار ولا حاجه يقول لك غلطه ولا صحيحه تعرف به هذه كيفاش نديكلارو تابلو هذا اكزامبل عطيك باش نديكلارو بار اكزامبل تابلو دي ريال تكتب تي دو بوين اري اونتر بارونتيز تحط الانترفال نتاعك وانه هو عنده تابلو دو سيت ليمون هذاك علاش كتب من الان لجيسكا سي اوف ريل معناها راك باش تلقى فيه التابلو هذا دي ريال به نتعد هذا ما دي اكزرسيس تيب تابلو التيب تابلو هذا شفته اللي كنت نفسر لك فيه تو بالباسكال باش يعطيك الميثود الثانيه نحنا ما نخدمنا من الاول بالفار برك هو خدم من الاول بالميثود هذه من الاول خدم
علاش عامل لك في الالغوريتميك كيفاش ديكلاريها كي تستعمل الميثود الاولى هذه ورتها لك انه تكتب تعمل في الالغوريتميك تي دي او تابلو دوبجي هذاك وتكتب الاوبجي والتيب ناتير والرول الاوبجي هو بار اكزومبل التي والناتير تكتب له تابلو دي 10 انتي دو تاي 10 سنتي والرول هذاك نفس الشيء ستان تابلو واضح واضح هذا بالنسبه للميثود الاولى الميثود الثانيه مادامك انت تغيرت استعملت النوفو تيب اكيد راه ثم تابلو باش نسموه تابلو دي ديكلاراسيون دي نوفو تيب واضح معناها اذا انت استعملت في الخدمة نتاعك في الباسكال ولا في الباسكال استعملت والا في الالغوريتميك استعملت الموكلي تايب راهو لازمك تديكلاري ان تابلو سميناه تابلو دي ديكلاراسيون دي نوفو تيب شنو تكتب فيه بار اكزومبل تاب ات ايغال تابلو دي 30 شين دو كاركتير والا الموين سي تان تابلو دي 30 ريال وشنو يعمل يجي من بعد يكتب لك تابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي يكتب لك مثلا نسمو تي موي وها هو ديكلاراه لك الفوق الموين كي يكتب لك لوبجي هو تي موي والتيب ناتير موين كانه قال لك تابلو دي موين واضح واضح كان حاجه مش مفهومه قول لي نعاود لك راه باهي واضح واضح باهي توا حاجه توا كيفاش ندخلوا الاليمون من لي زيليمون تاع التابلو بار اكزومبل نحن عندنا هذا عندك تابلو مسمينه ا مسميه فيه ال ا والد والترو والا نحط فيه ديزيليمون اخرين 10 20 30 باش ندخل للكاز الثانيه كيفاش ندخل له نعمل كيما عمل هو غادي دو صحيت باش ندخل للفان حاجتي مثلا بالفان باش نطلع الكاز فان تكتب ا اونتر كروشي دد هذه وقتها باش تتحصل على الفالور فان باش تتحصل على الفالور 10 ان 30 تكتب 3 هذه كيفاش تدخل ليليمون تاع التابلو توا باش نو توا كيفاش تافيكتي فالور في تابلو بار اكزومبل الديس هذه لي ليمون لول هو مو هذه لانديس نتاع شاك اليمون هذيك الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه توا باش تشونجي الفالور ديس نتاع لي ليمون الاولى تحط فيها 5 اش تعمل تكتب ا دو 1 رسوا 5 اش تعمل لك تيفسخ لك الديس هذيك ويحط بلاصتها 5 جديد معناها لهنا باش تولي 5 فهمت معناها باش تافيكتي فالور الكاز معينه نتاع تابلو تكتب ا اسم التابلو اونتر كروشي لانديس نتاع الكاز هذيك وتحط فيها الفالور اللي حاجتك بها انت واضح واضح هذه بالنسبه كيفاش تدخل لليمون نتاع تابلو الديكلاراسيون حكينا فيها حكينا زيدا هذوما الان والدو والتروا هذاكم يتسموا لي زانديس دو تابلو وهذوما ال10 وال20 وال30 الكونتينيو نتاع شاك اليمون دي تابلو هذا الكونتينيو وهذا لي زانديس باش تفرق ما بينات واضح واضح باهي هذاك التابلو نتاع باهي حاول لنا في ليكزارسيس الاولى ذا إلابوري ان تابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي ريلاتيف او نوم دي زومبلوي لي نومبر دو جور ترافاي لير سالير دي نونتربريز كونتون سي كونتون بلوي قال لك عمل لي تابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي
لي نون دي زون بلوايي اللي هنا كيفاش ديكلاري شنو 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 التيب نتاعو؟ ما هو شندو كاركتير النون بحد ذاته شندو كاركتير. انت قديش عندك نون بلوايي؟ 50. دونك ما تنجمش تعملو شندو كاركتير. هو معناها عبارة دي فالور عاديين. لا لا شندو كاركتير صحيح كلامك بالنسبه للنوم الاسم هذاك شندو كاركتير، مي نحن عندنا 50 امبلوي شنو باش تعمل؟ باش تعمل تابلو بالطبيعه. اي تابلو. تابلو دي شندو كاركتير وقتها نفهمك، اما باش تقول لي شندو كاركتير، شندو كاركتير ما تهز كان اسم واحد نوم تاع امبلوي. نحن عندنا 50 امبلوي دونك لازمك تديكلاري التابلو وتحط فيه ال 50 اسم نتاع لي زومبلوي هذيك. كيفاش ديكلاري؟ سهله برشا في الالغوريتميك. شو قلنا نحن في التابلو كيفاش نعملو؟ باش نعملو نعملو كتديو تابلو اوبجي ديريكت. لا تابلو دي نوفو تيب. احنا شو قلنا؟ عندك زوز طرق انت باش تخدم هذه والا الاولى. باش تخدم بالاولى انت باهي مش نعمل مو لا ماني عطيتك زوز طرقنا في التابلو. قلت لك باش تعمل كان استعملت التايب، كان استعملت التايب راه باش تعمل تابلو دي ديكلاراسيون دي نوفو تيب كيما تشوف لهنا في الاكزومبل هذا. كان ما استعملتش التايب باش تعمل بالفار برك التابلو، وقتها باش تولي لك تابلو دي زوبجي دي ديكلاراسيون دي زوبجي. شنو باش تخدم انت؟ شنو باش تشد معناها؟ شنو حاجتك باش نخدم بالميثود الاولى ولا الثانيه اللي فيها نوفو اللي فيها تايب ولا اي دونك لازمك زوز تابلوات باش نزيد نفسر لك اكثر. لحظه لهنا كيفاش انت في الخدمه نتاعك في الالغوريتم؟ لو انك تكتب تايب وتحتها فار والديكلاري نتاعك لهنا بالطريقه هذه لازمك تكتب شنو؟ لازمك تكتب لهنا مادام في الاكزرسيس اش قالك؟ اكزرسيس قالك اعطيني الابوري ان تابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي. كانك باش تخدم بالميثود هذه تايب وفار باش تعمل تابلو دي نوفو تيب دي ان تي هذي. وشنو انت تكتب فيه؟ هو تابلو دي شنو هنا في الاكزرسيس؟ تابلو دي شين دو كاركتير. تابلو دو ساكون شين دو كاركتير. علاش هو تابلو دي نو؟ عندنا 50 امبلوي. دونك شنو باش تكتب لهنا؟ باش تكتب له تاب بار اكزومبل ايتيغال تابلو دي ساكون شنو؟ شين دو كاركتير. صحيح. وفي التابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي شنو باش تكتب؟ باش تكتب له بار اكزومبل تي والاسم اللي سميته التيب ناتير باش تحطه لهنا. معناها انا باش نزيد نسهل لك اكثر، هذه شنو باش تكتب فيها؟ تابلو دو سيكونت شين دو كاركتير كيما تحب. ولهنا ا الاسم اللي سميناه فيكتور تحطه نفسه لهنا تيب ناتير تكتب فيكتور تابلو دو سيكونت شين. واضح؟ هذا هو كيفاش ديكلاراسيون. واضح هذه كيفاش ديكلاري بالطبيعه الغوريتم الغوريتميكمون لهنا بالالغوريتم. مي لو انه قال لك بالباسكال، بالباسكال لازمك تكتب هكا التايب وكيما وريت لك التايب من فوق والفار من اللوط. والتابلو هذا نعمله من الاول ولا من الاخر؟ المهم الخدمه نتاعك انت نصيحه في الاكزامان في خاصه في التيوريك باش تخدمه، حاول تخدم اول حاجه لي زالغوريتم نتاعك الكل، وفي الاخر كي تكمل تستعمل لي فاريابل وكل شيء هذاك وقتها اصنع لي تابلو وكل شيء هذوما التابلو دي نوفو تيب والتابلو. علاش هم برشا؟ هم مش فونكسيون ولا بروسيدير واحده باش تخدم، انت باش تخدم برشا. كمل كل شيء وفي اخر الحصه قبل لا يوفى الوقت بشوي نصيف ساعه كيكه شد اعمل تابلوات الكل.
لما داك لي فاريابل نتاعك الكل اللي استعملتهم وحطهم في لي تابلو. علاش كنت من الاول كي تصنع التابلو ما تدريش لروحك ثم دي فاريابل تنجم تزيدهم وقتها تتولي تشطب وتعمل. فهمت؟ فهمتك. به هذا بالنسبه للتابلو ليكزارسيس. هذا بالنسبه للبارتي الاولى دي شين دي سيكونت شين دو كاركتير. توا قال لك لير نومبر دو جور ترافايي ومن بعد قال لك لير سالير. اش كيفاش باش تخدم النومبر دو جور ترافايي زيد مش نزيدو نعمل تابلو النومبر دو جور ترافايي كيفاش ينجمو يكونوا التيب نتاع نومبر من غير لا نحكو على التابلو ساعة نحكو على الفاريابل كيما من الاول نون دي زومبلوي طلعناه انه شين دو كاركتير. توا لير نومبر دي جور دو جور ترافايي شنو التيب هذا شي نجم يكون انتي لو اني نومبر لير نومبر دو جور ترافايي صحيت ينجم يكون انتي كلامك صحيح. لهنا مادام دي زونتي باش نصنعو تابلو دي شنو توا تابلو دي سيكونت انتي نفس الخدمه لهنا شفتها لهنا كتبت تابلو دي سيكونت شين تبدلها سيكونت انتي سيكونت انتي لهنا مي لا سيمي لهنا ما تبقاش فيكتور ما مش نفس الاسم سمي اسم اخر لا بالطبيعه هذيك متفاهمين فيها هذه باش تولي انتي ولهنا انتي مش نو اخر باش نغيره باش تغير لهنا الاسم زاده ما يبقاش نفسه علاش سمي مثلا هو قال لك نومبر سميه ام بي ار ولهنا تجي تكتب زاد الام بي ار ولهنا تسمي اسم اخر ما يبقاش ارا معناها افهمني شنو نقصد لهنا كي تسمي تستعمل في الاليمون الاول فيكتور وتسمي اسم مثلا ا راه كي تستعمل تابلو اخر ما تعاودش نفس لي الاسامي فهمت اش قصدي معناها لهنا تسمي بي بار اكزومبل ام بي ار ايتيغال تابلو دي سيكونت سويا لحظه النومبر دير ينجموا يكونوا مثلا ينجم يخدم لك 10 سويا ونص معناها لهنا ما ينجمش يكون لك كونتي باش يكون لك كريي فهمتني واضح لهنا باش يكون ريال ما يكون شانتي معناها لهنا باش تكتب له دي سيكونت ريال ولهنا دي سيكونت ريال به نفس الشيء لير سالير هذيك كيف كيف من غير لا نكملوا كلها كيف كيف خدمت الاولى نفسها الاخرانيه باش تتخدم كيف نفس التابلو به باش نعطيك حاجه لهنا كي خدمنا حسب ما نشوف فيك قاعد تفهم مي راهو نصيحة حاول اللي خدمناه اليوم الكل والحصة اللي فاتت تتعاود وتخدمه حتى شوي صحيح أوبس معناها ماتير مش برانسيبال مي ركي تخدمها على الأقل ما تطيحش فيها باش ما تطيحكش في النوت وثاني حاجة باش تجيب فيها مش صعيبة ومش سهلة علاش لأنه كان انت خدمت شوية باش تنجم تلقط النوت معناها على الأقل عندك الباز باش نوري لك ثم حكايات باش نوريها لك ان شاء الله او كل مره تنعطيك حاجه باش تسهل لك طريقه تلقيط النوت في الانفورماتيك علاش وانت ما دامك جيت في الاخر نقولوا نحنا مش طياره في الانفو اما على الاقل عندك الباز ثم جماعه اللي ما عندوش الباز راه مستحيل باش يخدم حاجه باش تنجم على الاقل تسهل لك طريقه الخدمه حاول تعود على تعود لروحك باش تخدم شوي علاش وانت في مثلا كي تخدم اكزرسيسات مات ولا تكنيك اكيد راك خدمت برشا اكزرسيسات بالنسبه للانفو اكيد راه ما خدمت حتى شيء ولا خدمت حتى الاكزرسيسات يتحسبوا بالحساب فهمت شنو نقصد اي معناها باش على الاقل اللي جاي علاش توا وين نقدموا شوي وين كي نوصلوا لك لي بوكل ولي زيكزارسيس نتاع البروسيدير ولي فونكسيون كيفاش تخدم راهو قد ما خادم اكثر اكزارسيسات قد ما تجيك لي بروبليم والواحد اسهل برشا به نكمل
هذا دي زيكزارسيس تو باش نتعدو لي زاكسيون نتاع الاليمونتير سامبل اللي هما لي افيكتاسيون و لي زوبيراسيون دونتري سورتي. شنو هما لي زوبيراسيون دونتري سورتي؟ هما الاكرير والليرك الحكايه هذيك. به الافيكتاسيون كيما نعرفها سهله برشا. الافيكتاسيون كيما انك تقول فار تير سواحج، معناها رانا باش نحطو في فاريابل والا كونستانت فالير معينه، هذه تعتبر الافيكتاسيون. اش معناها بالنسبه لل شوف كيما تاخذ الاكزامبل هذا الام رسوا الفالير هذاك، والا الان رسوا ان ديفويد الديف والمود. الديف والمود اش معناها؟ فسرتهم لك قبل. اي شنو ما تنجمش تقول لي عليه كان تفكر؟ الديف هي شاسمه كان مش نقسم عليه، والمود والمود هو باقي القسم. به امريكا تعدوا به فوكابيلير اي سانتكس سانتكس. لهنا بالنسبه للفاريابل لافيكتاسيون اون الغوريتميك، شوف تكتب الفاريابل نتاعك رسوا اكسبريسيون. بالنسبه للاونيفو باسكال فاريابل دو بوين ايغال، والبطبيعه تزيد بوين فيرغيل على فان دو لانستريكسيون. ب لهنا اعطيك ديز اكزامبل نتاع اون الغوريتم اون باسكال. ايغريك رسوا 7 هذيك اون الغوريتميك، اون باسكال تولي ايغريك دو بوين ايغال 7 بوين فيرغيل. بالنسبه للشين دو كاركتير مثلا سي هاش رسوا الشين دو كاركتير سيبر اونتر دو كوت، هذيك باش تبدلها اون باسكال سي هاش دو بوان ايغال اك دوبل كوت هذيك في الباسكال تولي لك سامبل كوت. واضح؟ واضح. بالنسبه للفاريابل تفكتيها في فاريابل اخرى ما يتبدل حتى شيء، جيست لافيكتاسيون تولي دو بوان ايغال ولانستريكسيون على الفان تاعها تعمل بوان فيرغيل. به ال رسوا لونغ سي هاش ديف دو لونغ لونغير دو لا شين، سي تيم فونكسيون حكينا عليها قبل، طلع لك اللونغير نتاع الشين دو كاركتير. اون باسكال هي لانكث لانكث سي هاش ديف دو، هذه لازمك تعرف انت كي تخدم فيها بالباسكال في تي بي تعاونك. بالنسبه للاخرانيه ايغريك رسوا ايغريك بليس ان، سي تين افيكتاسيون انكريمونتاسيون تاع الايغريك. ايغريك رسوا باش تولي لك دو بوان ايغال، وفي الاخر تزيد بوان فيرغيل. هذه اكزامبل نتاع الغوريتميك وبدلناها اون باسكال. باهي نتعدوا هذه ديز اكزارسيس. باهي لافيكتاسيون كملناه. سوا لا سيكونس دانستركسيون سويفونت. توا تحبش نخدمو أو لا خلينا نكملو هذه ومن بعد توا نخدمو إكزارسيت. باهي توا لي زوبيراسيون دونتري سورتي. سامحني ثما صوت من عندك جاي، يمكن من الكاسك ولا من الصوت من الواحد. ثما صوت جاي من عندك من حاول تركح الصوت. يعني أنت تستعمل في كاسك ولا ميكرو؟ ولا مش بالتليفون حاط كيت. لحظة حاول ثما حاجة الصوت جاي. باهي مليك لي تنحت ولا مازال؟ نحت نحت. باهي باهي لي زوبيراسيون دونتري سورتي لهنا. لي زوبيراسيون اللي هما شنوما؟ باغ اكزومبل لهنا لوبيراسيون دو سورتي، خلينا ناخذ دي زيكزامبل على الاقل ما نبقوش نشوفوا في الشيء هذا الكل. ناخذ دي زيكزامبل السورتي نتاعنا اش معناها؟ في الالغوريتميك نقولوا نحنا افيشاج اكرير اكرير بار اكزومبل ان مثال لهنا في الباسكال تكتب اكرير تولي الكرايتالين. الرايتالين لا ميزير ان بيفو
تعمل فيرجيل بي. باش نحكو توا لل لي زوبيراتور دونتري وسورتي اللي هما شنو ما عندك الاكرير وتحط لها البارامتر نتاعها تو ناخذو اكزامبل والليير بالطبيعه هذه في الالغوريتميك. الكرير شنو تعمل؟ علاش سميناها اكسيون دو سورتي؟ لانها بها هي باش نطلعوا دي ريزلتا، يعني نافيشو دي ريزلتا على ليكرون، هذيك علاش تتسمى السورتي نتاعنا. نحنا في ليكرون نتاع الباسكال في تيربو باسكال كي تكتب انت بار اكزامبل رايتالين تسمع فيا ما رايتالين باك سامبل كود بوان فيرجيل شنو يظهر لك في الباسكال في الليكرون كلمة باك هك. هذاك علاش سميناه اكسيون دو سورتي. الكرير تفشي لك سير ليكرون. اللير لا اللير تقرا تهز. فهمت شنو الفرق ما بيناتهم؟ فهمتك. اللير كي تقول له انت لير كي تقول له بار اكزامبل ريد الان وتكتب له دوني انونتي سامحني لحظة خل نكبر في الوحدة بي دوني انونتي وتكتب له دو بوان هكا وتعمل هكا بوان فيرجي في الباسكال شتا يظهر باش يظهر لك ميساج كيفك باش نوريك شنو باش يظهر لك في اللوجيسيال بالضبط دوني انونتي وقدامها نقطتي وباش يبدا يضوي لك كيما يظهر لك توا قدامك في الليكرون يبدا الكيرسر يضوي يستنى فيك باش تقرا انتي سامحني غلطت ضغط لا لهنا هذه تكتبها انت في الرايتالين سامحني هذه في بلاست هذه تكتب رايتالين تكتب رايتالين هكا زد ضيعتك معي به رايتالين هكا بوان فيرجي به كي تعملو انت رايتالين دوني انونتي وفي الريدالين او اش تتعلم ريدالين مثلا نقولو فاريابل نسموه نحنا ان هكا خل نفسخ الزايد الكل هذه البرة وهذه البرة هذه نرجعها تكتب لانستريكسيونات الزوزة ضوء رأيت لين دوني أنونتي شنو بيجي يظهر لك في الليكرون بيجي يظهر لك الميساج هذا دوني أنونتي دو بوان وكي تكتب له أنت تحت هاري دالين ان بيجي يجي يعمل لك كيرسر بيجي يضوي يك يظهرك يستنى فيك أنت وقتش داخل له فالور كي تكتب له 5 وتعمل انتري يخرج يحبس معناه واضح شنو الفايده نتاع الريدالين وشنو الفايده نتاع الرايتالين الرايتالين معناه باش يكتبها لنا هذيك غاد باش يظهر لك ميساج من الاخر باش مش شوف الرايتالين مش لازم كان ميساج ينجم يفيشي لك فالور نتاع فاريابل تو ناخذ اكزامبل نوريلك اول حاجه انه ينجم يفيشي ميساج بالرايتالين هذه حاجه والريدالين نجم تقرا فالور نتاع اليمون نجم تقرا اونتي شين دو كاركتير اللي تحب انت المهم اللي تحطو اون بارامتر باش يقراه لك باه باش ناخذ اكزامبل اخر كي تكتب له انت رايتالين ان ايتيغال دو بوين فيرجيل هك حسب رايك انت شنو باش يافيشي لك في الليكرون يافيشي لي ان اي ايغال دو بوان باش يافيشي لك شوف لهنا كيفاش عرفت شوف
لهنا انت اول حاجه لوج على الميساج نتاعك، كيفاش تعرف ميساج كيما هو باش يظهر لك باك الكود؟ ما بين الكود هذا باش يظهر لك كيما هو، مش باش يتغير فيه حتى شيء. معناها باش يظهر لك ان اي ديغال دو بوين. وشنو الان لو انه فيها الان نتاعنا لو انه فيها ديس، اش تكتب لك في الميساج نتاعك؟ يكتب لك ان ايتيغال دو بوين كيما ظهر لهنا، ويحط لك 10. شفت ش عمل لهنا؟ افيشي لك الميساج وزيد شنو في وسط الان. معناها تنجم تستعمل كيما الرايت الان، كيما تنجم تستعملها باش تافيشي ميساج كيما هو، كيما تنجم تستعملها باش تافيشي كونتوني نتاع فاريابل. واضح؟ واضح. انت كي تحط له الفرجيل هذه، كي تحط له الفرجيل ما بين الميساج والفاريابل، كانك قلت له افيشي لي الكونتوني نتاع الان. ميل كي تحط له كود بار اكزامبل لهنا، الكود هذه تحطها في الاخر، وقتها تفيشي لك نفس الميساج كامل كما هو، ان ايتيغال دو بوين فيرجيل ان، ما يفيشي لكش الكونتوني. باش تعمل الكونتوني باش تفيشيها، لازمك تعمل ما بين الميساج والفاريابل نتاعك فيرجيل. واضح؟ واضح. هذيك باش تفيشي به الريدالين باش تقرا بها اليمون كلك سوا، معناها انتي ريال شندو كاركتير اللي تحب عليها انت به. هذا بالنسبه للريتالين والريدالين. نتعدوا بوكابيلير او اعطيك تو باهي تو، مازلت كان حاجه برك في اللي الفرق ما بين رايت وريتالين وريد وريدالين، شنو حسب رايك انت؟ تعرفهمش؟ رايت لين رايت كهو هي اكري، لما رايت لين اكري يافيشي ما هكاك. لا، الزوز باش يافيشو عندهم نفس الدور، لكن نعتبروا هذا الكرون تاعنا في التيربو باس. باش يكتبها ويرجع للسطر. صحيت لهنا كي تكتب له انت رايت لين، لحظه سامحني، رايت لين، تكتب له باك وتعمل هكا بوان فيرجيل، وتزيد تكتب له رايت لهنا الين 2020. لان شنو تيافيشيل؟ تيافيشيلك من الاول كلمة باك، يرجع لستار ويافيشيلك 2020. لو انك انت تحب تفيشيهم على نفس السطر، شنو تكتب؟ تكتب رايت وتفسخ الالين هذه، معناها تكتب رايت باك اونتر بارونتيز. اش تعمل لك؟ تكتب لك كلمه باك والكيرسور يبقى لهنا يستنى. كي يكتب له انت رايت الين 2020، باش يكتب لك 2020 لاصقه في كلمه باك، وبعدين يرجع للسطر. فهمت شنو الفرق تو؟ واضح. قاعد تتبع فيه ولا؟ اي معاك. الفرق ما بيناتهم رايت ما ترجعش للستر، والرايت هنا وين ترجع للستر. نفس الشيء بالنسبه لو انك كتبت توا، ناخذ اكزامبل اخر، لو انك كتبت رايت كما العاده الين باك، وتجي بعدها تكتب ريد الين اكزامبل مثلا ان، وتجي تكتب رايت باك مره اخرى، شنو باش يفيشيلك لهنا؟ تكتب لك كلمه رايت الين باك ويرجع للستار. بطبيعه لازمنا نرجع للستار لانه عندنا الين. ريد الين كي تكتب له، لو انه نعتبره الان سي تانونتي، كي تدخل وانت 5، فهم؟ مادام عملت له ريد الين باش يقرا 5 ويرجع للسطر. كي يكتب له انت رايت باك باش يكتبها لهنا تحت 5. فهمت شنو هو؟ مي لو انك انت ما كتبتش ريد الين في بلاصه الين هذيك تنحاها، تكتب ريد ان، اش تيصير؟ تيكتب لك كلمه باك رايت الين نرجع للسطر، باش تكتب له انت 5 يبقى يستنى الكيرسور بحذا 5 لهنا.
بعد السانك فم باش يكتب كلمه باك، باش تجي كلمه باك لاصقه في السانك. واضح؟ واضح. هذاك الفرق ما بين الريدالين، انها واحده ترجع للسطر واحده تكمل في نفس السطر. ب هذيك، هذا بالنسبه توا لازمنا نخدموا شويه اكزرسيسات باش هذا الكل ديز اكزرسيس. فوكابيلور اي سانتاكس، هذوما لي اكزرسيس. ب نرجع بالتولي شوي. Par exemple, nous avons calculation de n premier entier non nul. Attendez, on a une amélique. B. L'exercice 3, c'est نبدو بي كل مرة، نبدو بحاجة سهلة على الأقل نفهمها وبعدين نمشي للصعيب. الإكزرسيس تروش يقول لك إكس إيغري تون دو فالير نيميريك، إكرير إن أناليز أن ألغوريتم إي لا تراديكسيون أون باسكاد دي بروغرام انتيتيلي كالكي كي إفكتي لا سوم لو برودوي إي لا موين أريتميتيك دو إكس إيغري. حسب رأيك أنت شنو فهمت منه هذا الكل؟ أعطيني شنو فهمت حتى وكي تقرا إكزرسيس كيف هكا إيش تفهم؟ نعملوا برنامج يحسب الاكس والايجريك يجمعهم ويعمل البرودوي نتاعهم والموين كيكا، يعمل الصوم اول حاجه بعدين البرودوي ومن بعد الموين نتاع اريتميتيك نتاع الاكس والايجريك. باهي، اعطيني كيفاش باش تخدم انت كي يقول لك هكا شنو اول حاجه شنو تخدم؟ هو قال لك اكرير اناليز الجوريثم وتراديكسيون باسكال. ب لهنا نصيحه مني، هذه هي احسن طريقه باش تخدم بها، ما تبداش بالاناليز الاول، اخر حاجه خدمها الاناليز، من بعد لا تطلع للجوريثم نتاعك وقتها تعدل للاناليز. علاش؟ لانه الاناليز هو كانك تقلب في الالجوريثم. تو نوري لك في الاكزرسيسات كل مره كيفاش تعمل الالجوريثم والاناليز. ناخذ ليكزامبل هذا لهنا، الالجوريثم كيفاش تكتبها، كيفاش تبدا؟ تعمل زيرو دو بي اسم البروغرام نتاعك سميه كالكيل، تسمع فيها ما باهي. الان مو شاك انستركسيون لازمك ترقمها في الالغوريتميك. الان شنو باش تاخذ لهنا حسب رايك انت شنو باش نعملو في الان؟ عندك فكره ولا باش نديكلارو الاكس والايكريك ولا لا؟ هذيك في اللي تابلو دي ديكلاراسيون، انا تو جيست باش نعملو الالغوريتم. ديكلاراسيون هذيك هي في الباسكال، هي في التابلو بالنسبه للالغوريتميك. ديكلاراسيون تاع لي فاريابل وين يصير في اللي تابلو، واضح؟ هذه باش نتفاهموا فيها. الالغوريتم ما تعملش فيها حتى ديكلاراسيون، جيست الخدمه نتاعك. الديكلاراسيون تاع لي فاريابل يصيروا في التابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي والا نوفو تيب. بالنسبه للباسكال يصيروا لك في التايب والفار، واضح؟ ديفينيسيون تصير في التايب والفار تعمل فيها ديكلاراسيون تاعك. لهنا معناها مش تنعمل ديكلاراسيون، من بعد هذيك في الاخر كي تجي تصنع لي ديكلاراسيون
تي دي يو تي دي نوفو تيب كان ثم، والا تعمل تي دي يو برك. لهنا لازمنا نخدموا الساعة شنو اول حاجة نحن شنو باش نستعملوا. نستعمل اكس واليجري. صحيت. كيفاش انت باش تستعملهم وانت ما تعرفهمش؟ معناها لازمني نعرفهم، لازمني نقراهم. معناها تجي من الاول تقول له اكرير دوني ماشي سكيل دوني اكس، هذه لود. بعد اكرير، قبل اكرير لير اكس. لا راه ما ثم حتى مشكل، تنجم تعمل الكريرات كلها ورا بعضهم والليريت جيست في لافيشاج يتبدل. اما لهنا نخدم خدمه منظمه، معناها وين كل مره تكتب بالمنظم كيفك باش تجيك يقرا لك يقول لك اعطيني ليكس ويخلي لك الكرسور باش تزيدوا ليكس. اما كي تكتبهم كل الكريرات ورا بعضهم ما تدريش انا هو الاول وانا الثاني. الثالث نيميرو تروال انستركسيون اكرير دوني إجري. الأربعة لير إجري. باهي هذه البارتي الأول. علاش نحن عملنا إكرير ودوني؟ فكدوني إجري نسيت نقطتين في الأخر. لا مش مشكلة، راه هذاك ميساج تكتبه كيما تحب أنت، راه مش لازم هكاك. لا الإكرير اللي فوسط الإكرير الميساج، ميساج يكتب حتى إكس، يكتب اللي تحب أنت، حط اللي تحب. اما جيست هذاك باش يفسر للي مثلا انت عملت البروغرام وباش يقراه شخص اخر يعرف شنو هو طالب. فهمت؟ فهمتك. لان جيست هو وانت تغير في الميساج حسب اللي حاجتك به. به اش قلنا نحنا؟ به كي نسالك نقول لك علاش استعملت هذوما اكرير وليج، تنعملوا بهم نحنا هذوما اكرير ولير شنو الفايده منهم؟ ما باش يقرا ويافيش هي باش يقرا ويافيشي. علاش نقرا فيهم نحن؟ خاطر نمشي ما نجمش. سامحني لحظه باش نوصلك المعلومه. ما نجمش نكتب، هو ما قال يحسب البرودوي، نكتب كرير اكس بليس ايغريك كرير اكس فوا ايغريك. ما نجمش نعمل هكا وما نكتبش ما بين اللي عملته تو في المربع هذا. هل انه نجم نكتب اكرير هكا طول حسب رايك؟ لا علاش؟ خاطر لازم نعطيه الاكس ولازم نعطيه الايغريك ولا لا هكاك عباره. صحيت. علاش وكانك انت ما تعطيش الفالور ما تقراش منين باش يعرفه هو؟ معناها الفالور لازمك تعطيه انت وتخدم عليه ديما الاكزرسيسات. راه لازمك نحنا توا في البروبليم، اي بروبليم شنو فيه؟ فيها دي دوني وفيها حوايج باش توصلها. انت مستحيل باش توصل اللي تلوج عليه من غير الدوني هذه، خذها قاعده. معناها انت كي يعطيك اكزرسيس اعرف راه ثم دوني باش تقراهم، والا هما موجودين دوني ينجم في بلاصه ليجو. لا علاش وقتاش ما لازمكش تقرا؟ لو انه قال لك من الاول اكس راي ايكال ا 5 بار اكزومبل والايغريك ايكال ا 9، ما عندكش الحق هذا الكل تزيد تكتبه هذا. فهمت ما قصدي؟ اي معناها ما تعمل الاكرير واللير كان كذلك هما دوني ومش هم يعني مش عطيهم لك من الاول، وقتها باش تقرا انت الاكس والايغريك. علاش عمرك ما تنجم تخدم تحل بروبليم وانت ما عندكش دوني تخدم عليه؟ ب اكرير معناها هذه الاكرير اكس مع ايغريك والاكرير اكس فوا ايغريك باش نوصلوا لها في الانستركسيون 5. ال5 باش تعمل له اكرير بالطبيعه الايغريك ماج سكيل، مش كتبتها ماجين سكيل ماج سكيل من الاول، لازم نكمل ماج سكيل ثم فرق. والسيس اكرير ما قال لي البرودوي هو
x fois y. B. هذه البرودوي. بالنسبة لآخر حاجة شنو؟ البرودوي قال لك لا سوم البرودوي إلى موين أريتمتيك. فاش تطلع الموين متاع X و Y؟ الموين متاع دي زيليمون اش تعمل؟ هذه تقرأ هذه قريتوها وإلا تقرأها في المات في الشابيتر متاع استاتستيك في بالي. مازلنا ما قريناش استاتستيك. لا حتى من غير لا استاتستيك لا حتى شيء باش تحسب موين متاع حاجة من المفروض تعرف موين متاع حكاية كيفاش تحسب. عارفك نعطيك كيفاش موين متاع حاجة باش تحسب الموين لازمك تجمع اللي عندك الكل وتقسمهم على قديش عندك نوحت. بار اكزومبل لهنا عندي قديش نليمون لهنا عندي كان الاكس والايغريك. تجمع الاكس مع الايغريك وتقسمهم على اثنين. علاش اثنين؟ لانه عندي زوز اليمونات. انت كي يقول لك احسب لي الموين متاع الكلاس متاعك كامل كيفاش تحسب؟ تجمع الموينات متاع كلاس كامل وقديش ثم ننتديهم تقسم على النمبر هذاك. وقتها باش تلقى الموين جنرال اللي هو الموين متاع الموينات الكل. فهمتوا؟ أيه. هذاك اش نقصده بالموين؟ هو قالك لهنا لا موين أريتميتيك. الموين أريتميتيك هو قديش عندك من إليمو. قريت سويت ولا في المات؟ أيه. هذه من المفروض موجودة قريتها في السويت. تجمع عندك قاعدة أنه لونسومبل متاع ليزيليمون الكل تجمعهم بعضهم وتقسم على قديش عندك نليمو. هذه قاعدة معناها تكتب set l'instruction set écrire شنو؟ écrire x y/2 انتر بارونتيز هكا écrire x plus y/2. هذا الموين هذا الاكزرسيس نتاعنا هذا الالغوريتم نتاعنا والانستركسيون 8 فان كالكيل. توا نكونوا كملنا الالغوريتم نتاعنا. هو شنو قالك؟ الالغوريتميك وباسكال والاناليز. باهي بالنسبه للالغوريتميك لهنا مازلت ثم حاجه ما كملتش. وين تستعمل الالغوريتميك نتاعك لازم تديكلاري لي فاريابل اللي استعملتهم الكل. ما ديكلاريهمش في الفاريابل في الالغوريتم، ديكلاريهم في التابلو دو نوفو تابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي اللي هو تي دي او. في الاكزامون ما تبقاش تكتب تابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي، اكتب تي دي او وتعدى. معناها علاش تضيع وقتك هيك؟ شنو هو الاوبجي التيب ناتير وفي الاخر الرول. باهي الاوبجي شنو عندنا نحن شنو استعملنا؟ اكس ويغريك. الاكس فيرجيل الايغريك. التيب ناتير نتاعهم شنو؟ أنتي والرول تكتب له دو فاريابل كونتيان دو زونتي. معناها شنو نعملوا بهم نحن هذي؟ معظم معناها نقولوا نحن في الاكزامانات ما يحاسبوش عليها الرول زيدة، اما اللي به الفايدة هما لي دو كولون الاولى لوبجي والتيب ناتير. واضح؟ واضح. هذه في الالغوريتميك. في الباسكال توا كيفاش باش تبدل هذه؟ سهله، اعطينا انت كيفاش باش تبدلها بالباسكال. رايت لي اكملوا البيجين كالكول لي منون بالكل بروجرام ونسموه به لحظه. معناها باش تعمل خلينا نكتبوا كيفاش باش تكتب بروغرام شنو؟ ونعطو اي اسم حتى. لا ما تعطيشو لهنا، فرض عليك راه فرض عليك في الاكزرسيس. هاي كالكي انتيتولي معناها راه اسم البروغرام نتاعك ما عندكش الحق تغيره. كالكي نبدلو الكولور هكا باش تظهر على الاقل حتى فوق الكتيب ما ثمش سباس. به بوان فيرجيل
لا ما تعملش نيميروتاسيون في الـ لا نيميروتاسيون في الباسكال ما فماش. تو شنو باش تعمل بعد بروجرام كالكيل؟ باش نعملو كيوزس وين سي ار تي. صحيح هذيك تو نستعملو يوزس وين سي ار تي بوان فيرجيل نهبطوها لوت بعدين. ديما وين باش تبدا بروجرام اول حاجه تكتب بروجرام اسم البروجرام بوان فيرجيل يوزس وين سي ار تي بوان فيرجيل من بعد ديكلاري لي فاريابل نتاعك. هذه هي اول حاجه باش تعمل في الباسكال. شنو هما لي فاريابل اللي خدمنا به؟ فيرجيل ايغريك دو بوان انتيجر بي. هذه صارت الديكلاراسيون. توا شنو باش نعمل؟ تعمل بيجين نتاع البروغرام نتاعك بيجين وبدل كله بالانجلي. هذا باش يتبدل بالانجلي. كيفاش الاولى كيفاش باش تولي؟ باش تولي رايت الين انتر بارونتيز اي بارونتيز كود واحده دوني اكس دو بوان كود وفي الاخر تنساش البوان فيرجيل. بوان فيرجيل نفس الشيء لهنا ريد الين اكس بوان فيرجيل لهنا رايت الين كوت واحده دوني ايغريك كوت بوان فيرجيل ريد الين ايغريك بوان فيرجيل ولهنا اكريت ولي رايت الين اونتر بارونتيز اكس بليس ايغريك بوان فيرجيل هذه رايت الين اكس فوا ايغريك بوان فيرجيل ونفس الشيء للاخر رايت الين. واضح الاكزرسيس؟ توا بالنسبه للاناليز خلينا نفسخ اللي عملناه بالباسكال هذا. الاناليز شنو؟ جيست انت تبدل تقلب الالغوريتم نتاعك. اش معناها تقلب الالغوريتم نتاعك؟ باش ناخذ اكزامبل اوضح مخدوم. كان هم عاملين صار الاناليز والا تو نشوفوا مره جايه في الاكزامبلات واضحين كاملين. باهي ممكن هذا معمول لحظه. باهي نشوفوا الاكزامبل هذا الالغوريتم نتاعنا. شوف اول حاجه دي بي ايماج اكرير عمل لك لافيشاج نتاع ميساج ومن بعد لير قرا لك ال وقرا لك الهاش والاير وال عمل عنده دو كات فاريابل في بين ال والهاش والاير والسي من بعد حسب لك ال ان والبي والبي ام والشيء هذاك الكل. باهي نحن شنو حاجتنا في الاكزرسيس هذا اللي هي شفتها اخر واحده لافيشاج هذيك كرير ان فيرجيل بي فير بي قديش بي ام شفت هذيك؟ اي هو في الالغوريتميك تمشي انت علاش تلوج بار اكزومبل. نحن في الاكزرسيس نتاعنا علاش نلوجوا اللي خدمناه تو نلوجوا على البرودوي ونلوجوا على الصوم ونلوجوا على الموان. معناها كي ثلاثه لافيشاجات باش تلقاهم في الاخر الريزلتا نتاعنا باش تلقاها في الاخر. دونك ليكزارسيس هذا باش يفيشي لك الريزلتا نتاعو هي هذه ان فيرجيل بي ان. باهي في الاناليز شنو باش تبدل فيها الالغوريتم؟ شوف انت قارن الالغوريتم والاناليز. هذه الالغوريتم نتاعك الاناليز شوف باش تبدل الريزلتا اكرير ايغال اكرير ان فيرجيل بي ان بشنو بدت؟ صحيت سامحني لحظة بربي السلام عليكم. تو من بعد وطلبني من بعد تو نقري في شكون تو من بعد حكيت السواعة السواعة ونص ونشد عليك إن شاء الله. باهي السلام عليكم. به نكملوا لهنا الالغوريتم باش تتم الالغوريتم باش تتم الالغوريتم توفى باش توفى معناها ايه باش توفي بريزلتا بالطبيعة اللي هي رقم 8 اكرير اونتر بارونتيز ان فيرجيل بي ان. هذه بالنسبة للالغوريتم.
اللي هي في الاناليز. اول حاجه شوف، اول حاجه هي الريزلتان تاع الالغوريتم، فهمت شنو كيفاش تتقلبها الالغوريتم؟ معناها اللي تتحصل عليه انت في الالغوريتم تحطه في الاناليز هو اول حاجه، تكتب ريزلتا اكرير اخر انستريكسيون عملتها انت في الالغوريتم. به بعد لا تعمل كيك شنو باش تكتب، تبدا راجع بالتوالي. شوف الالغوريتم نحن شعطين، عملنا البي ان بي ان، شوف في الاناليز لهنا بي ان بي ان، تبدا راجع بالتوالي من الاخر للاول على عكس الالغوريتم بالضبط. شفتها اول حاجه حاطينها ريزلتا ايجال اكرير ان فيرجيل بي ان، بعدين رجعنا للبي ان، بعدين للبي، بعدين للان. نرجع للاناليز، شوف بي ان رسوا، بي رسوا، ان رسوا، كملنا هذيك الاكرير واللير هذوكم الكل. اش يولوا لك؟ باش يولوا لك هك، في بلاصه لا تكتب اكرير دوني سي لير، تكتب سي ايجال دوني، والميساج اللي كتبته وانت في الاكرير تحطه انتر بارونتيز. واضح؟ واضح. فهمت كيفاش حبيت نوصل لك الاناليز كيفاش باش تطلعوا؟ هذه يا موني اعطيتك فكره، ان شاء الله المره الجايه كل مره نزيدوا نختموا تو تولي لك سهله معناها الطريقه كيفاش تطلع. جيست كانك تقلب الالغوريتم، تقلبها تولي لك اناليز. شنو باش يتبدل فيه؟ الاخريني نتاع الالغوريتم باش يولي هو الاول نتاع الاناليز، وكل الاكرير واللير ديما هذا ما يبقوش، ما تكتبش اكرير اونتري لير، لا باش تولي لك الفالور اللي تتقراه. بار اكزومبل ناخذ ال اش تيولي؟ باش تولي تكتب ال ايتيغال دوني، وتكتب الميساج الموجود اللي كتبته وانت في الاكرير اونتري لا لارجور دو ليماج، معناها لهنا ال ايتيغال دوني انتر بارونتيز اونتري لا لارجور دو ليماج. هذه هي جيست، معناها انت خدمت الالغوريتم كانك خدمت كل شيء، جيست باش تبدل في الـ يعني النظام نتاع الالغوريتم تقلبها تولي الكاناليز. فهمت شنو؟ واضح. به من المفروض كملنا تو. عندك سؤال في اللي قريناه اليوم الكل؟ لا واضح بالله الفيديو نتاع المرة اللي فاتت. انا في بالي وصل، خليته قبل لا نبدا معك بالضبط. لحظة سامحني نشوفه هبط ولا مازال. ولا مش ندير فيه مشكلة في الكونيكسيون ولا شنو هبط. لحظة مازال التو، لكنش مشكلة معناها نقولوا نحنا الكونيكسيون تابع شوية، ذاك علاش طويل زيد الفيديو، خليته قبل لا نبدا معاك بالضبط قاعد يابلودي في اليوتيوب مازال التو ما كملش. باهي هي المهم توا لاباس اللي قاعد تفهم. اي واضح. وتعمل مزيرك باش تقدم، معناها نقولوا نحنا باش تفهم اللي جاي، حاول معناها تخدم اللي خدمناه وتراجعوا بالباهي على الاقل تلقى روحك رو مش صعيب لفو. شنو المشكله نتاعك جماعه السيونس والمات والتكنيك؟ المشكله انهم معناها كحكايه ضرب واحد مش هم يحضروا فيها، معظم ما يحضروهاش. تحب تفهمها اخدم لها اكزرسيسات برشا، كيما تخدم بالمات والفيزيك والشيء هذاك، ولا مش صعيب، جي تفهم الاكزرسيس وتخدم. انت مادام بديت في الاخر مش مشكل، ما نقولوش تجيب نوت شيء كبير، انا كي نقولوا تنطر فيها النوت باهيه ما تطيحكش لاباس، كي تحضرها حتى شويه لاباس. هذه شو معظم العباد اللي نعرفهم ما يحضرهاش، يجيب فيها اثنين وثلاثه طيحك راي، كيما الفرنسي والانجلي والشيء هذاك ما نحسبوهمش نحن الفلسفه وكل شيء هذاك الكل، باش يطيحك في الاكزامان. اذا ما تحضروش على الاقل جيب فيه 10. به يا اخي هما تو بالحق معناها بالرسمي نحو شو اسمه الباكسبور البراتيك. لا لا شكون قال لك؟ ما عرفش يهبطوا فيها في جروبات الباك نحو البراتيك او درا شنو. لا في بالي ما مستحيل كان نحو البراتيك، ونزيد نثبت ونقول لك ان شاء الله. في بالي لا. باه
به هاوينو لحظة خلينا نشوف اكزرسيس سيتا مش اكزرسيس حاول تختمه على الاقل. به به الاكزرسيس الاكزرسيس صفحة 69 الاكزرسيس 10 اللي تشوف فيه قدامك نتاع سويت. ما تقولش صعيب ما تشوفش سويت مات وحكاية لا احسبها فاريابلات عادية معناها اكس ويجريك معناها حكاية فارغة وني جيس تواني قالك كري ان بروغرام كي ان بروغرام كي دموند اليتيليزاتور ان فالور بور U0 R اي ان. لهنا شفت سهل لك لهنا قالك راهو يطلب من الليتيليزاتور U0 هو البريمير تيرم والريزون والان كي افيش الانيام فالور دو لا سويت اريتميتيك ديفيني بار U0 اي ان بلس 1 ايتيغال اي ان بلس ار. هذه ممكن تلقى فيها صعوبة انت حاول حتى على الاقل محاولة على الاقل تخدم تعطيني شنو بالضبط الالغوريتم نتاعك كيما عملنا مادام قالك دوموند على ليتيليزاتور راك باش تقرا الاي زيرو والار والان كيفاش نقراهم قلنا باش تافيشي ميساج وتعمل لي ساهل هذا توا يمكن تلقى مشكله باش تافيشي الانيام فالير دو لا سويت اريتميتيك. حاول انت تطلع بالمات كيفاش يطلعوا الانيام بالمات وهذه فيها لازمك تعرف المات تعرف قريت سويت اريتميتيك وتعرف كيفاش تطلع اي جيست باش تبدلها شويه الالغوريتميك حاول انت مش مشكله مادامك وتو نصلحوا ان شاء الله تو هنا ناخذوا في اكزرسيس كيما هكا تو المره الجايه كي نقدموا شوي في الالغوريتم وكي البروسيدير ولي فونكسيون تو نعودوا ناخذوا دي زيكزام معناها تيبيات والاكزام تيوريك على الاقل تعرف شنو باش يجي اي به هذاك هو ان شاء الله اليوم وربي معك ان شاء الله ان شاء الله عايشك به السلام عليكم اي سلام سلام